من المعروف أن شهرة الآباء تنتقل بالطبيعي إلى الأبناء حتى ولو لم يكونوا ممثلين أو مغنين، حتى أنهم يحظون بتلك الشهرة بسبب شهرة آبائهم. ونحن هنا في هذا الفيديو سوف نعرض لكم مجموعة من الصور لبعض أبناء المشاهير، وعليكم تخمين من أمهاتهم. ولكن إن لم تستطيعوا فلا داعي للقلق، فسوف نساعدكم. والآن هيا بنا. إن ماكس وأيما هما طفلين لأم تعد أيقونة من أيقونات الغناء والتمثيل والرقص والموضة، إنها جينيفر لوبيز. وتقول جينيفر دائما بأن أطفالها هم أعظم شيء في حياتها، وأن كل ما حققته وأنجزته في حياتها لا يساوي شيئا بالمقارنة بهم. كيت هادسون هي أشبه ما تكون بوالدتها جولدي هون، وقد انفصل كلا من جولدي هون ووالد كيت حينما كانت كيت صغيرة، ومنذ ذلك الحين وأصبح كورت راسل رفيق جولدي أبا لكيت. هذا ويتمتع كلا من كيت ووالدتها بعلاقة قوية، كما أنهما ناجحين في مجال عملهما. الأمير جورج هو الابن الأول للأمير ويليام وزوجته كيت، كما أنه ثالث في ولاية العهد للعرش الملكي البريطاني. ويبلغ الأمير جورج من العمر الآن 5 سنوات، كما يعد واحدا من أيقونة الموضة في إنجلترا. كالتشر هي طفلة لأحد مغني الراب في العالم، فوالدتها هي كاردي بي. ومنذ ولادة كالتشر وتقوم والدتها كاردي بي بنشر صورها. ومن الجدير بالذكر أن والدي كالتشر لم تستمر علاقتهما لمدة طويلة، ومع هذا فإنهما مؤثرين ومتشاركين في حياتها تماما. يتمتع ماكسويل باسم فريد لكنه أيضا يحمل مغزى، فأما اسم ماكسويل هذا إنما هو اسم جدتها لأبيها، كما أن اسم دروب هو اسم جدتها لأمها. ودائما ما تشاهد صور ماكسويل على حساب والدتها على إنستغرام، ولا عجب في أنها رائعة إذا ما كان لها أبوين مشهورين، فوالدتها هي جيسيكا سيمسون ووالدها هو أريك جونسون. يمكنكم تخمين من هو والد رومر بمجرد سماع اسمها. نعم، إنه الممثل الشهير بروس ويلس. وقد سارت رومر على خطى والدها ودخلت مجال التمثيل، ومن الجدير بالذكر أن والدتها هي الممثلة الشهيرة ديمي مور. إيفا هي ابنة لإحدى الممثلات الشهيرات، وإذا ما أمعنا النظر سنجد أن إيفا تشبه والدتها رينز ويزرسبون تماما. يا له من تطابق جيني قوي. حصلت زوي على اسمها الأخير من اسم والدتها ليني كرافيتس، ومن الجدير بالذكر أن والدتها هي ليزا بونيت، وهي ممثلة شهيرة عرفت بدورها في عمل فني يدعى The Gosby Show. وقد ورثت زوي الموهبة من والدتها، فهي الآن تعمل أحد نجوم التمثيل والموسيقى. شايلو طفلة تحظى بشهرة عالية نظرا لأنها ابنة كل من براد بيت وأنجلينا جولي، لابد وأنها تستمتع بخليط رائع من الجينات الفنية. نالا هي ابنة لإحدى نجمات التمثيل الشهيرات، والتي تحمل نفس الاسم الأخير، وهي هالي بيري. وتقوم هالي بيري ببذل قصارى جهدها لإبعاد ابنتها عن وسائل الإعلام حتى تحظى بطفولة طبيعية وصحية. أبل هي ابنة الممثل والموسيقي الشهير كريس مارتن، كما أن والدتها هي جونيت بالترو، ممثلة ومغنية وكاتبة أمريكية. تحظى أبل بنفس الطلة الرائعة التي تحظى بها والدتها. سوري هي ابنة توم كروز ووالدتها هي كيتي هولمز. سوري شديدة الصلة بوالدتها وتشبهها في أشياء كثيرة. نورث ويست اسم لطفلة والدها هو كانسي ويست ووالدتها هي كيم كارديشيان، وهما يعملان جاهدين على أن تنعم هذه الطفلة بطفولة رائعة لما يتمتع به أبويها من شهرة واسعة، أملاً في أن يكون مستقبلها أفضل مما كان عليه. مايلي هي ابنة نجم التلفزيون الشهير بيلي راي سايرس، كما أن والدتها هي تريش سايرس، وقد ساعدتها شهرة أسرتها كثيراً في مجال عملها كممثلة ومغنية وكاتبة، حيث أن تلك الشهرة التي تحظى بها أسرتها مهدت لها الطريق تماما حتى تكون نجمة مشهورة هي الأخرى في مدة وجيزة. هاربر هي ابنة كل من ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام، ومن المعروف أن كلا والديها يعمل في مجال الموضة الآن، وهذا يعني أنها لن تظهر إلا في أبهى صورة. هذا وتنتشر الكثير من الصور لها على حساب والديها على إنستغرام،
ودائما ما تذكر عناوين تلك الصور مدى الكمال والرغد الذي تحظى به هذه الطفلة. يا له من أمر سيؤدي إلى إفساد تلك الطفلة سريعا. والآن أي من هؤلاء الأطفال تمكنتم من تخمين والديه قبل أن نجيبكم؟ وأي منهم أصابكم بالدهشة؟